بالظبط. ويمكن كمان القرار ده اتسبب في مشاكل اكبر لزمايل ورده اكتر منه هو نفسه. بالظبط يعني تدخل محمد صلاح والدفاع عنه في الواقعه دي بالذات يمكن جاب مشاكل كتير او انتقادات كتير قوي لمحمد صلاح. بالظبط يعني زي ما بقول لك، التراجع عن القرار اساء لاتحاد الكوره نفسه، واظهروا ان هو اتحاد ضعيف بيتراجع عن قراراته. اظهر ان لعيبه المنتخب وتحديدا محمد صلاح اقوى من اداره المنتخب واقوى من اتحاد الكوره، ان هم بس ده الطبيعي، يفرضوا سيطرتهم على ده مش جديد بالظبط. ده مش جديد من ايام المشاكل اللي كانت موجوده مع المدير بالظبط اعماله بالظبط ورامي، يعني مش عارف وده محمد كان صلاح واضح من بيعمل زمان. بالظبط، محمد صلاح بيعامل معامله يعني على راسه ريشه في المنتخب، راجل فوق الحساب، ما فيش اي حد بيتكلم معاه او بيقول له انت مقصر او انت يعني جاي متاخر عامل معسكر، وقالوا ده بيتواصل مع جيلي بشكل شخصي، ما بيردش على حمايتها، ما بيردش على اي حد في بس اتحاد خلينا الكوره برضو لما نيجي نتكلم عن وصوله للمعسكر متأخر يومين، هو كان راجل عنده نهائي تشامبيونز ليج زيه زي ساديو ماني، برضو ساديو ماني انضم لمنتخب السنغال في نفس الوقت اللي انضم فيه محمد صلاح لمنتخبنا الوطني الأول، وكان من حقه ان هو ياخد اليومين دول، في الآخر هو بني آدم يعني. بص، هو اولا هو جه من جهه المعسكر متاخر 10 ايام مش يومين، ده اولا. ثانيا انا بتكلم في فكره التواصل شيما مع الجهات الاداريه لمنتخب مصر واعتقد اتحاد الكوره، يعني ما ينفعش ان ما فيش حد حاجه محمد صلاح لغايه ميعاده قبل ميعاده او قبل وصوله ساعتين يرد على نفسه انا جاي في الطريق. يعني المفروض التواصل يكون في تواصل دائم بينه وبين اهل الحيطه، بينه وبين الاداريين، بينه وبين اتحاد الكوره. يمكن هو من حقه فعلا ان هو ياخد الاجازه، لكن الطريقه اللي اخذ بيها الاجازه ما كانتش الالطف او الاصح يعني. بالظبط بالتاكيد، يعني هو في تغير واضح في علاقه محمد صلاح بمسؤول المنتخب ومسؤول اتحاد الكوره. يعني مش عايز اقول منذ الازمه الاخيره اللي هي حصلت وهو قام بعدها وعمل فيديو وكده، لكن يعني اعتقد بعد كده ان كل صلاح محمد صلاح بقت تتدرب في اتحاد الكوره وفي المنتخب، الحته الاعلانيه بتاعته اتحل كل الكلام ده، وبالتالي ما عادش فيه صلاح ما يستدعي ان انت تواصل عنادك وتواصل انت يعني تكبرك على مسؤول اتحاد الكوره وعلى منتخب مصر. ويا ريت في الاخر يعني ده جبت فايده او انت قدرت تثبت لنا ان انت صح، او ان انت يعني عندك من الشخصيه ان انت تقود منتخب مصر لتحقيق نتائج، لكن للاسف واضح جدا ان محمد صلاح يعني مش مركز مع منتخب مصر. انا عارف كويس ان محمد صلاح كان مجهد جدا من موسم الشاق اللي هو عمله، ولكن يعني ما لمسناش دور محمد صلاح ان هو بيقود المنتخب جوه الملعب، بيحشد لاعيبته، بيعمل روح للفريق، بيحاول يوصل يعني الفكر العالي اللي هو وصله فيه رجول في منتخب مصر. يعني كان محمد صلاح كان بعيد جدا عن مستواه في البطوله، وبشكل عام المنتخب كله صحيح. يعني كان بعيد جدا عن مستواه، وللاسف جت النتيجه في الاخر مخيبه الامال، وحصل طبعا صحيح المزري اللي احنا كنا بنتكلم فيه. صحيح. بشكرك جدا استاذ حاتم رضا الناقد الرياضي، نورتنا في 7 في 7 على تايم سبورتس.